كاينه بزاف ديال الدراري عندهم بزاف ديال المكملات مي ما كيعرفوش يخدموا بهم، وكتجيني بزاف ديال الميساجات على الانستغرام ديالي او القناه ديالي، وكتكون الاسئله كالتالي: خويا فؤاد فليكس، انا عندي هذا المكمل هذا، واش ناخذه قبل التمرين ولا مور التمرين، ولا ناخذه في الصباح ولا ناخذه في العشيه؟ هنا كتعرف الشخص انه ها هو عنده القدره باش يشري مكمل، مي ما عارفش كيفاش يخدم به. وكتجيني بزاف الاسئله بحال هذا السؤال هذا على مكملات اخرى، الناس خايدينها وما يعرفونش كيفاش يشتغلوا بها. والمشكل فين كاين؟ ان الشخص اللي كيبيع عليكم كيكون تاجر كما كنقولوا، عنده راس المال كيشري المكملات كيحطهم في واحد المتجر، الهدف ديالو انه يربح فلوس، ما عندوش الغرض انك انت جاي تاخذ مكمل غير فلان هذا. سالينا تقدر تاخذه بالغرض يدمر لك حياتك. المهم فؤاد فليكس اليوم غيدير معكم واحد التجربه انه غيشرح لكم كل مكمل فوقاش غتاخذوا الصباح، شنو غناخذ مور الوجبه الثانيه ولا الثالثه، شنو غناخذ 12 الظهر، شنو غناخذ نحاول مور جوج ولا ثلاثه، شنو غناخذ نحاول مور التمرين قبل التمرين حتى نبغي الناس. هنا اللي عنده شي مكمل يقدر يلقى ديك اللقطه اللي هو باغي في هذا الفيديو هذا، فتبع معايا حتى الاخر من بعد الانترو. عاوتاني غنبدا نقول واش لا فامي كدير، عييت اصاحبي واش لا فامي كدير، صافا مزيان كنتمنى من الله تكونوا في احسن الحالات. معكم فؤاد فليكس كالعاده بموضوع جديد كيما وعدتكم، ما كاين غير الجديد، ما كاين غير الموتيفاسيون. موضوعنا اليوم الدراري كيما شفتوا في العناوين اللي هو عالم المكملات او مكملات والشكل التسلسلي للاستعمال الصحيح. بزاف ديال الدراري كيما كتعرفوا كيكونوا خدامين كيجمعوا شويه الفلوس ولا يدبر على الفلوس من الاهل ديالو، وكيمشي عند مول المكملات ياخذ مكمل هو فرحان، كيجيبوه للدار كي غندير نستعملو. كيما كتعرفوا مول المكملات راه ما غايصرفش لك، لانه راجل تاجر كيجيب المكمل باش يربح فيه الفلوس، ما عنده غرض فيك انت، ولا كان حاط لك شي شخص اللي كيفهم شويه، فداك الشخص خير الكلام من قال لا ودل، كيقول لك هذاك الواي ايزو شو تاخذه قبل التمرين مور التمرين وتاخذه مثلا من تبغي تنعس فوالا، وما عنده غرض حتى هو بيك، لانه واحد الشخص كياخذ واحد القدره هو كيمشي في حاله. هنا انت كتبقى من البوخ ما عارفش كيفاش نستعمل المكمل، وكاين بعض المكملات تاخذوا بطريقه كما كنقولوا عاديه وما تخافش منه، مي كاينه بعض المكملات اللي خديتهم بالغلط غيؤديو بك للمشاكل. هنا الا التجأت ليوتيوب او جوجل فكتلقى 17000 واحد حاط بزاف ديال الفرضيات، فانت شنو غدير؟ اين فرضيه غتاخذها؟ اين فرضيه اللي تبان لك صحيحه؟ فاحنا بغينا نحيدوا هاد المشاكل كاملين، وبغينا نكونوا كما كنقولوا وجه لوجه فاس مع الناس، ونحاولوا ما امكن نبسطوا لهم ونشرحوا لهم، ما بقينا باغين والو، بغينا رحمه الوالدين. هنا الدراري بغيت نقول لكم تبعوا معايا حتى الاخر، فؤاد فليكس غيدير واحد الطريقه غيحاول ما امكن من خلال الهضره والشرح ديالو غيحاول يعيش معنا ديك اللقطه ديال انه غيفيق من الصباح ويقول لكم الصباح شنو كياخذ. فوالا مع الظهر شنو كياخذ، قبل الظهر قبل التمرين مور التمرين حتى الليل ملي كيبغي ينعس. هنا غنشرح لكم داك الشيء كامل، سواء كان من الحوايج اللي هما لي بروتين والاحماض الامينية، سواء هذاك الشيء اللي هو في الكربوهيدرات، سواء هذاك الشيء اللي هو في احماض كالكرياتين والارجينين وداك الشيء، باش هذا الفيديو اللي تفرج فيه اللي عنده شي مكمل من هذه المكملات اللي كنذكر غيعرف الوقت الاستعمال ديالو بالضبط باش ما يغلطش. حنا بغينا غير الفائده تعم على الجميع، ما بغينا والو. فوالا دونك عمداو الدراري في الفيديو، كما كتعرفوا خدينا فؤاد كا باغ اكزومبل فاق الصباح، انا فقت الصباح، دونك اول حاجه الدراري غادي نستعملها هو الواي ايزو، يستحال غناخذ شي حاجه من غير الواي ايزو او الواي هايدرو. علاش؟ كما كتعرفوا الناس ملي كتنعس مع 12 الليل ولا الوحده وكيفيق الصباح مع 7 ولا 8 ولا 9 كتلقاه اجمالي الساعات اللي نعس 7 ولا 8 ديال السوايع ولا 9 السوايع. دونك هنا الا لاحظتي ان 8 ولا 9 السوايع راه لوكور ديالو ما دخلت ليه حتى دغمه ديال الماكله. فهنا في هذه اللقطه هذه ملي كتفيق الصباح كتلقى الجسم ديالك منهار، خصو ضروري شي مصدر طاقه يدخل ليه، فاسرع حاجه تدخل وتقوي الجسم ديالك هو الواي ايزو او الهيدرو. علاش؟ حيت خفيف دغيا كيوصل سريع الامتصاص. هل الاول الدراري عرفنا، نجيو شو الثانيه من مور داك الواي ايزو مشيتي وفطرتي، فطرتي قاديتي الفطور ديالك ساليتي، الوغ هنا شنو غدير؟ غتاخذ الاوميغا 3، غتاخذ الاحماض الامينيه، بس ما غتاخذ حتى شي حاجه اخرى، جوج حوايج الاوميغا 3 الاحماض الامينيه فوالا. من بعد هاد الاحماض الامينيه والاوميغا 3 اللي خديناهم مثلا مع ديك 9 ونص ولا 10، غتوصل ديك 11 ونص ولا 12، شنو غنديروا الدراري؟ غناخذ الكرياتين ديالي، حيت الكرياتين كيتوخد في منتصف النهار. علاش في منتصف النهار؟ بزاف ديال الناس كتغلط، كيقول لك الكرياتين كيعطي الطاقه، فوالا ديك الطاقه اللي كتهضر عليها انت راه ماشي هي اللي كيعطيها الكرياتين، ديك الطاقه اللي كتهضر عليها انت راه كيعطيها البري ورك اوت. الكرياتين كيتوخد ما عندوش علاقه يتوخد قبل التمرين ولا تاخذه مور التمرين، لا ممكن تاخذه
الصباح مع 11 10 تاخذوا مع 5 تاخذوا مع 4. الكرياتين ما كيخدمش بديك الطريقه اللي كتفكر فيها. الكرياتين كيخدم كما كنقولوا على الشكل تراكمي في الدم، بحال الشكل تراكمي في الدم، انك ملي كتبقى تاخذوا كيوصل لواحد النيفو او كيوصل لواحد القدر او كيوصل لواحد النسبه في الدم ديالك، عاد كتبدا يخدم، كتبدا تخدم واحد الجزيئات ديال الفوسفور عندك في الدم ديالك، فهذيك كتبقى تخلي الجسم ديالك انه ما ينهارش ما يهودش اثناء التمرين ولا خارج التمرين. وبحالاش كيجي الشكل التراكمي، كاين الناس اللي كتخدم بواحد الكورس في الكرياتين اللي كيتسمى بتحميل الكرياتين. شنو هو تحميل الكرياتين؟ انك الاسبوع الاول كتاخذ 20 غرام، اي 20 غرام ماشي 5 غرام، كتاخذ 20 غرام مقسمه على مدار اليوم، 5 غرام مع 9 5 غرام مع الوحده 5 غرام مع 7 5 غرام مع 11 الليل مع 10%. الاسبوع الرابع كتاخذ 5 غرام وكتبقى ثابت على 8 الاسابيع، هذا تحميل الكرياتين. هذا ما كنصحش به الناس اللي يلا بداو، كنصح به المتقدمين. اما الناس اللي بداو يبقاو ثابتين على 5 غرام مع 10% سواء كان 5 غرام ولا كان 20 غرام. هذا بالنسبه للكرياتين. حنا كنهضروا على اللي كياخذ 5 غرام ياخذوا مع منتصف النهار 12، دونك مور 12 غادي ضروري غتاخذ واحد الوجبه ديالك. فوالا ديك الوجبه ديالك اللي غتاخذها، من موراها غتاخذ ثاني الاحماض الامينيه ديالك وغتاخذ معهم اوميغا 3. انا ما كنهضرش على الماكله، كنهضر غير المكملات كيفاش غتبقى غادي بشكل تسلسلي. كتوصل ديك جويه 3 ونص 4 كتولي تاخذ الاحماض الامينيه ديالك وكتاخذ اللي عندك شي جينر سيريوز ما سوبر ماس جينر اي مصدر الكارب عندك فيتارغو اي حاجه في وسط النهار. علاش في وسط النهار؟ انا غنشرح لك. اغلب الناس كيحاولوا ما امكن ان الجسم من كيكون ناعس من التسويع كيفيقوا الصباح كيبقاو ياخذوا المصادر ديال البروتين بحال الواي ايزو. من كتفطر كتحاول تدخل الابيض ديال البيض، كتحاول تدخل ما امكن الشوفان اللي هو فيه الياف وكربوهيدرات، كتحاول ما امكن تدخل مثلا سكريات ديال التمر اللي هو سكر طبيعي لان الجسم ديالك كيحتاج سكريات طبيعيه في الصباح. كتحتاج ما امكن الروبا الثانيه تحاول ما امكن تدخل فيها شي صدر ديال الدجاج، تدخل فيها مثلا شي روز بيض، تدخل كتحاول تبازي على البروتين بزاف. علاش؟ حيت البروتين محتاجو الجسم ديالك في الصباح لان لوكور ديالك كيصحى الصباح كيكون فاضي، فانت كتحاول ما امكن تحمل الجسم ديالك بواحد الماده ديال البروتين والكربوهيدرات والالياف الى اخره. لكن في منتصف النهار اللي هو مثلا ديك 3 كذا كتحاول تاخذ واحد الحصه ديال الكارب قبل التمرين، يعني ما تاخذش الجينر منتجات الجينر كامله، ما تحاولش تاخذها مور التمرين، ما تخليش راسك تولي حمق قبل التمرين، كتقلب مور التمرين عفوا كتقلب على المشاكل. كتاخذ في 3 ديال يعني 3 النهار كتحاول تاخذ واحد السكوب ديال الجينر سواء كما قلت لكم سيريوز ماس سوبر ماس جينر اي منتج مثلا فيتارغو اي منتج، شوف انت شنو كتستعمل. فوالا علاش؟ حيت كيتهضم ثقيل يلاه يوصل باش انت الا كنتي غاتريني مع ديك 6 ولا 7. علاش انا اختاريت 6 ولا 7؟ حيت انا كنت كنمشي نتريني مع 6 ولا 7 كنت كنلقى اغلب الشباب اللي خدامين واللي كيقراو واللي اي حاجه، بنادم كيخرج مع 5 ولا 6 يلاه جهدو وصل للدار يدير شي حاجه ويجي للصاله ديال الوقيته ديال ولاد الشعب، فانا كنحاول نجزأ على هذا الوقت هذا. فهنا من مور داك الجينر كتحاول ما امكن انك تاخذ واحد الوجبه اللي هي خفيفه وزوينه فيها سكريات بحال التمر او الزبيب، كتاخذ فيها مثلا واحد النوع ديال البروتين كان سواء البيض ديال البيض البياض البيض او صدر ديال الدجاج او واحد النوع الكربوهيدرات اللي هو مثلا بطاطا حلوه او واحد النوع ديال الروز ابيض اللي كيدوز دغيا، وكتثبت ما كدير حتى شي حاجه حتى لونطريمو ديالك كتبقى لها ساعه. هاد الساعه هذه اللي باقالك على لونطريمو كتحاول تاخذ فيها الارجينين ب 45 دقيقه. ركز معايا في هذا الارجينين ب 45 دقيقة. علاش الارجينين ب 45 دقيقة؟ حيت الارجينين ما كيتاكتيفاش في الدم ويتحول لواحد الحمض اللي كيخدم في الدات، هذا موضوع اخر هضرت فيه في واحد الفيديو راه كاين عندي لتحت باش يلاه يخدم. دونك هنا ملي كتاخذ الارجينين كتخلي حتى كتبقى نص ساعة التمرين كتاخذ البري ورك اوت ديالك لو كان سي 4 او كان شي نوع من البري ورك اوت او كان قهوة كحلة وبنانة كما كنقولوا حنا البري ورك اوت ديال ولاد الشعب، وكت تبت ما كدير حتى شي حاجه باش قبل هذيك الساعه اللي بقات لك باش توصل التمرين خص المعده تكون شبه فاضيه شبه فارغه باش تقدر تخدم. وواحد القضيه اخرى، خلي الروبا تدوز عليها واحد ساعه ونص عاد تاخذ البري ورك اوت ديالك. علاش؟ لان البري ورك اوت اللي تخليك الكرش ديالك ولقاها عامره راه ما كيخدمش، لان التركيز ديالك كيكون كله في المعده بعمليه الهضم، فراه ما كيخدمش لك ذاك البري ورك اوت. ساعه ونص الدراري من مور الماكله اللي كليتي باش من تاخذ ذاك البري ورك اوت ديالك المعده ديالك تكون شبه فارغه باش يخدم ذاك البري ورك اوت ويعطيك واحد النتيجه مزيانه في التمرين. دونك هنا مفاهمين. فوالا غندخل التمرين. هنا غادي نهضر على واحد الحاجه اخرى، كاين الناس اللي دايرين الدايت، فإلا كنتي كتاخذ لا كارنيتين 3000 فغتاخذو قبل التمرين ب 10 دقائق، إلا كنتي ما كتاخذش لا كارنيتين
كتدخل تمرين انت في عمليه البناء ديالك كتاخذ الاحماض الامينيه مضاعفه، الا كنتي كتاخذ جوج حبات او ثلاثه فكتاخذ اكثر من خمسه الحبات كتاخذهم وتدخل التريني. ملي كتدخل التريني البي سي اي، دابا البي سي اي بزاف ديال الناس ما عارفينش كيفاش ياخذوها. البي سي اي الا كانت عندك طابليت كتاخذها قبل التمرين، الا كانت عندك باودر كيدخل في التمرين كيبقى عندك من بدايه التمرين حتى لاخر التمرين فوالا. وكاين الناس اللي كياخذوا البي سي اي مع الوجبات، مثلا وجبه ولا جوج وجبات في النهار ممكن تاخذ فيهم البي سي اي. كاين الناس اللي كتاكل خصها باش تدوز، كيفضل يدوز بالبي سي اي ما يدوزش بشي عصير فيه السكر ولا بشي كانيط فيه السكر، كيظن انا كيفضل البي سي اي. وبزاف من الناس كيديروا هذه القضيه. مي في التمرين اهم وقت ديالها هو التمرين، انك تدخلها معك من بدايه التمرين حتى لاخر التمرين فوالا. حنا سالينا تمرنا واحد الساعه ديال المكانه، من طبيعه الحال ديك ساعه المكانه كان فيها شرب المياه 100%، لان في التمرين صديق التمرين هو الماء. كان فيها البي سي اي ديالنا الا كان باودر، كان طابليت يكون في اول التمرين. خلصتي التمرين كان عندك الطابليت غتاخذو مور التمرين مباشره مع الواي ايزو ديالك. دابا حنا وضحنا البي سي اي حتى هي خديناها طابليت في الاول وفي الاخر، باودر تمشي معك من الاول حتى الاخر في شرب المياه. خلصنا التمرين ديالنا طلعنا درنا الكارديو ديالنا سالينا، شنو غناخذو دابا؟ غناخذو الواي ايزو. كاين بزاف ديال الدراري في ليصال كيمشي يشد الواي كيكون جايبو معاه في الماء ومخلط وحاطو في الصاك. غلط، جيبو في الميكسور او الخلاط، غسل الخلاط مزيان وحطو باودر وجيبو معاك، ما تخلطوش في الدار وما تجيش لاصال عاوتاني وتقول لصاحبك هكاك جري جري جيب لي شي نص لتر د الحليب. ما كيتخلطش بالحليب، الا خلطتيه بالحليب كيولي فيه كتحط فيه واحد الماده اللاكتوز، وانت اصلا علاش شريتيه واي ايزو ما غتحط فيه الحليب؟ راه حطيتي شي في الحليب راه ما بقاش واي، وحتى لو ولا واي غير ساين حتى تهضم غدا بعد غدا مع 12. الواي بروتين الايزو والهايدرو ولا سواء كما كان كونسونترا كتحط فيه الماء، الماء سالينا اللي كان عندك الحق تحطه مع الواي بروتين الايزو هو مور التمرين هو الجلوتامين. كاين بزاف ديال الناس اللي عندهم استشفاء بطيء، كيترين اليوم وغدا كيصبح ممزق من صدره ولا مكتفه ما كيقدرش يهز يديه، فهاد النوع هذا خصو ياخذ هذا الحمض الاميني اللي هو الجلوتامين اللي كيحاول ما امكن يساعد الامعاء على الهضم، عمليه الهضم ويسرع عمليه الهضم. استشفاء عضلي هاد النوع ديال الناس اللي ما كيكون عندهم استشفاء بطيء يحاول ما امكن ياخذ الجلوتامين. علاش؟ حيت غينفعو بزاف وكيتحط مع الواي بروتين. غير هو كاين واحد النقطه، كاينه الجلوتامين اللي مصايبينه فيه السكر، نكهه السكر بالنعناع ولا بشي حاجه. لا، قول له بغيت الجلوتامين عادي بحال الكرياتين، بحال ديكور الكرياتين بيض عادي ما عندوش مضى، هذاك اللي خدام سواء في تحضير البطولات او سواء في الاوف سايزن ديالك. ما تاخذش اللي فيه السكر، لانك اللي فيه السكر راه حطيتيه على الايزو ورول لك القضيه. حتى الايزو ملي كتاخذو محر ما فيهش لاكتوز راك تقدر تاخذو ما فيهش حتى السكر وما فيهش حتى الدهون، فانت ملي كتحط عليه واحد الجلوتامين فيه السكر راك صافي. فاهمين الدراري؟ كما قلنا البي سي اي في التمرين كان طابليت من اول التمرين حتى اخر التمرين، من اول التمرين حتى اخر التمرين تاخذه. كان عندك باودر كتاخذه في الماء من اول التمرين حتى اخر التمرين كيبقى معك، كتسالي كتاخذ الواي ايزو ديالك بالماء، وهذاك الواي ايزو الا عندك استشفاء بطيء كتحط مع جلوتامين. كنتي من النوع اللي عادي عندك كتصبر وكتستحمل ماشي مشكل، لكن راه كيما كنقولوا داك التقطاع العضلي وكذا راه كيبرزطك في التمرين. حاول ما امكن يكون عندك الجلوتامين حسن باش تقدر تدخل الحصه ديال غدا تكون اكتيف. حنا خدينا الجلوتامين الدراري، خدينا الواي ديالنا ومشينا فحالنا للدار وجلسنا وكلينا الوجبه ديالنا وسالينا. غناخذوا الاوميغا 3 وغادي ناخذوا الاحماض الامينيه اللي هي الاحماض الامينيه الامينو اسيد بحال الامينو شوشو مثلا فوالا سالينا. بقى لنا اننا قربنا النعس، خدينا واحد الوجبه صغيره قبل النعاس وغنعسوا الدراري. هنا كاين الدراري اللي عندهم واحد النوع ديال الجي اش طابليت، جي اش طابليت كيتنخد في الليل ما تبغي تنعس، ولكن كيكون من مور الماكله بواحد 45 دقيقه، كون كليتي وداز 45 دقيقه. كاين النوع اللي كياخذ الزنك حتى هو 45 دقيقه من مور الماكله، المعده كتكون شبه فاضيه عاد كتاخذ الزنك. اغلبيه الدراري ياخذوا الزنك من بغاو ينعسوا ما ياخذوش الدراري بالنهار. كنظن دابا الدراري حنا غطينا السلسله ديال المكملات كامله ديال النهار، وهذا هو البلان الدراري. كنتمنى والله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا، لان هذه الفيديوهات هذو كنديرهم على قبلكم انتم، ما كنديرهمش على قبل شي حاجه. كما قلت لكم وكما وعدتكم انني غنحاول ما امكن ندير واحد السلسله ديال هل هم طبيعيون ونرجع ليها، لان بزاف ديال الناس طلبوها وبزاف ديال الناس افتقدوها، وبغيتكم نتوما الدراري تقولوا لي شكون هما الاشخاص اللي بغيتوني نهضر عليهم، حطوهم لي في الكومونتير لتحت وغادي ندخل نقرا لي كومونتير وغادي نشوف هاد الابطال اللي كتقولوا لي. واللي غيحط لي شي بطل يحط لي الانستغرام ديالو باش ندخل مباشره للانستغرام ديالو ونشوفه، باش ان شاء الله كما وعدتكم غنرجعوا لديك السلسله، لان بزاف ديال الناس افتقدوها وبزاف ديال الناس كيخليو لي كومونتير عليها.
وانا كنوعدكم ان غنرجعوا ليها ان شاء الله، وهذه المره غنرجعوا لها بواحد الطريقه اللي غتعجبكم، لان غنحاول من خلال ديك السلسله غادي ندير سلسله كتشبه لها، ديال انني غنبقى نشد جوج ابطال ديال الفيزيك او جوج ابطال ديال البادي بيلدينغ، وغنبقى نحاول ما امكن ندير لهم تنقيط وندير لهم تحكيم، ونحاول ما امكن في الاخر نقول لكم شكون هو اللي جا في الرتبه الاولى وشكون هو اللي جا في الرتبه الثانيه. وحتى هاد الابطال هادو اللي غادي نختارهم بغيتكم حتى نتوما تختاروا معايا وتخليوا لي في الكومونتير لتحت شكون هما هاد الابطال. والدراري كما كنقول لكم ما تنساونيش بالتفاعل ديالكم، اللي مازال ما دارش ابوني ينزل، واللي ما الدراري كما كنقول لكم حاولوا الفيديو توصلوا ل 5000 جيم الدراري، تعاونوا مع فؤاد فليكس كما هو كيتعاون معكم، وراكم خوتي وعزاز عليا، وكنحيي ونعاود نحيي الشعب الجزائري على تضامن معنا في هذه القناه هذه، لانهم بزاف ديال الجزائريين كيتابعوني وكيشجعوني بزاف، وراكم عزاز ورا الخاوه خاوه. وكنطلب كما كنقولوا الله يوفقني انني نكون عند حسن الظن ديالكم نتوما والمغاربه كاملين، لان كيجوني تشجيعات كيفرحوا بزاف، وهما اللي كيخليوني انني باقي لحد الساعه كنكمل ومازال كندير اللي في جهدي. وهذا هو البلان الدراري، وتحيه لاحسن شعب المغربي والجزائري.